كان على إسرائيل في نهاية الخمسينات أن تراقب مصر وسوريا وأن تسعى لمعرفة أدق الأسرار عنها، وفي سبيل ذلك أرسلت إلى الدولتين بأمر صعيد الجواسيس للبحث عن خونة يمدونهم بالمعلومات والوثائق السرية. فجندت مصريا خائنا من أصل أرماني اسمه جان ليون توماس استطاع تكوين شبكة تجسس خطيرة في مصر، كانت من أشهر شبكات الجاسوسية التي سقطت في مصر ولا يعرفها أحد. إليكم قصة هذا الجاسوس بالتفصيل. كان توماس أحد أبناء الجالية وكان يعمل بالتجارة والاستيراد والتصدير، واستطاع بعد سنوات عدة أن يجمع ثروة طائلة ويرتبط بزوجته الألمانية التي تدعى كيتي، وتمكن بواسطة وضعه من التغلغل داخل أوساط المجتمع الراقي في مصر. ولظروف عمله تعددت سفرياته إلى ألمانيا لإنجاز أعماله، وهناك اقترب منه أحد صائد الجواسيس المهرة لتجنيده، واكتشف أنه يعاني من داء التحرش بالأطفال. ووجد رجل المخابرات الإسرائيلي بابا واسعا للدخول منه إلى توماس، حيث قذفوا إليه بطفلة يهودية يتيمة في العاشرة من عمرها. طرق الباب شقته في فرانكفورت وزرعوا الكاميرات والأجهزة السرية فيه، واتخذوا من الشقة المجاورة مكان للتسجيل ما سيحدث. فوجئ بهم من حوله، انتزعوا الطفل من بين يديه بينما أخذ يرجوه ألا يصطحبوه للشرطة، ولم يبلغوا الشرطة لكنهم أطلعوه على ما لديهم من أدلة شذوذ، فانهار ووقع في لمح البصر على عقد يقر فيه بتعاونه مع الموساد وأنه على استعداد تام لتنفيذ ما يكلف به. وبسهولة شديدة استسلم لضابط الموساد يتحكم بأعصابه، وابتدوا في تدريبه وإحكام سيطرتهم عليه، وكتب في الصحف عدة بيده كل ما لديه من معلومات اقتصادية يعرفها عن مصر بحكم عمله وعلاقاته، وهددوه بقتل أفراد أسرته إذا عاد إلى مصر وأبلغ السلطان. فقد كان من السهل إقناعه بوجود عملاء لهم في القاهرة ينتظرون إشارة منهم ليقوموا باللازم مع أفراد عائلته. تأكيدا على ذلك أرسلوا باقة ظهور إلى منزله بمناسبة عيد ميلاد ابنته، فوجد ابنته تشكره على باقة الظهور التي أرسلها لها، وأصيب رجل الأعمال المذعور بصدمة عنيفة وصرخ في هلع مؤكدا بأنه سيقوم بالعمل لصالحه، وتركوه يسافر مرعوبا يحمل تكاليفا محددة وأسئلة مطلوب إجاباتها، وكانوا على يقين أنه سقط في شباكهم ولن يمكنه الإفلات أبدا. اتصل فور وصوله بصديقه محمد أحمد حسن الذي يشتغل منصب حساس في مدرسة المدفعية بالقاهرة، وسأله أسئلة عدة تتصل بعمل جهاز المخابرات المصري، وهل بالإمكان حماية شخص ما تورط مع المخابرات الإسرائيلية. كانت إجابات محمد حسن إجابات قطعية تؤكد أن المخابرات المصرية من أنشط أجهزة المخابرات في العالم بعد استحداث وتدريب كوادرها بأقسامها المختلفة، فهي تحمي المتورطين إذا ما تقدموا بالإبلاغ عما وقع لهم في الخارج. ولكن توماس لم يصل بكلامه ولم يضيع وقتا في إثارة أعصابه بالتفكير والقلق، وكان أول من نصب شباكه حوله هو محمد الضابط في مدرسة المدفعية. فتناسى الرجل العسكري دوره المقدس ولم يعد يفكر سوى في نفسه فحسب، وقد طغت هدايا صديقه على عقله، وكان ذلك في شهر أكتوبر عام 1958 عندما نام ضميره وأسلم مصيره بل حياته كلها لمغامرة طائشة قادته للهلاك والوقوع في الفخ. ورجع توماس إلى الراقصة الألمانية المقيمة في القاهرة التي كانت تربطهما علاقة قديمة قبل زواجه من كيتي، ثم انشغل عنها بعمله وبزوجته، لكنه اضطر لتجديد علاقته بها بمجرد عودته لتساعده في تجنيد محمد حسن الذي كان يعرف عنه ميله للنساء. فرحت الراقصة بعودة توماس إليها وساعدته في تجنيد محمد حسن من خلال جعل محمد ينفق عليها أموالا كثيرة في السهرات وعلى بيته من ناحية أخرى، ولم يكن راتب محمد حسن يكفي للإنفاق عليه. عند ذلك لم يكن أمامه سوى الالتجاء إلى توماس ليستدين منه، وتضخمت الديون حتى توترت حياة محمد حسن. وانتهز توماس الفرصة وضغط عليه فرضخ له في النهاية وسقط في بئر الخيانة مستسلما بكامل رغبته مقابل راتب شهري قدره 50 جنيه خصصها له توماس ينفق على الراقصة. في المقابل لم يبخل محمد حسن بالمعلومات الحيوية عن مدرسة المدفعية كأعداد الطلاب بها
وأسماء المتدربين والخطط الاستراتيجية للتدريب، وذلك كله من أجل عيون الفاتنة الحسناء العميلة. في الوقت الذي نشط فيه توماس كجاسوس يقوم بمهمته، طرأت له فكرة تجنيد عملاء آخرين تتنوع من خلالهم المعلومات التي يسعى للوصول إليها. فكان من نصب شباكه حول مصور أرماني محترف اسمه جريس يعقوب، استطاع أن يسيطر عليه هو الآخر بواسطة أحد الفتيات وتدعى كاميلي، فوقع في أحضانها، وبالتالي فقد كان لزاما عليه الإنفاق عليها بسخاء. في غضون أشهر عدة استنزفته كاميليا ماديا، فاتبع مسلك محمد حسن باللجوء إلى توماس ليقرضه مالا، فجنده في لحظة ضعف. وعندما اتسع نشاط توماس استأجر شقة في منطقة روكسي باسم محمد حسن، وكانت تقام فيه حفلات تدعى إليها شخصيات عامة وتندثر منها المعلومات المهمة. وفي أحد حجرات الشقة أقام جريس معملا مصغر لتحميض الأفلام وإظهار الصور والخرائط، حيث كان يجلبها محمد حسن من مقر عمله ويعيدها ثانية إلى مكانها. وذات مرة عرض توماس على محمد حسن فكرة السفر للسويس بالسيارة ثم إلى بورسعيد لتصوير المواقع العسكرية والتعرف إليها من خلال شروحه، فوافق. ورافقتهما كيتي التي اطلعت على سر مهنة زوجها وشاركته عمله، وكان محمد حسن دليلهم يشرح أماكن الوحدات العسكرية، فيقوم توماس بتصويرها من النافذة وتسجيلها على خريطة معه بينما كانت تقود كيتي السيارة. الشبكة تتسع عندما تعثر أحوال جورج شفيق تاجر الملابس. تدخل صديقه توماس بطريقته الخاصة لإنقاذه، وكان المقابل تجنيده للعمل معه في شبكة الجاسوسية. ولم يعترض جورج كثيرا في البداية، فهو يعلم أنه لا يملك معلومات حيوية مهمة تساوي مئات الجنيهات التي أخذها من توماس مقابل إيصالات ورهانات. ولكن الحقيقة أن توماس كان ينظر إلى بعيد إلى ضابط كبير يقيم فوق شقة جورج وتربطهما علاقة وطيدة، وكان له دور فعال فيما بعد. ومضى توماس يصطاد ضعاف النفوس، يمدهم بالمال ويحصل على مبتغاه من خلاله. وانتعشت بذلك شبكة توماس في جمع المعلومات لا يوقفها خوف من السقوط أو من حبل المشنقة، فالمخابرات الإسرائيلية كانت تؤكد له في كل مرة يزور فيها ألمانيا أن المخابرات المصرية خاملة ضعيفة نشأت منذ سنوات قليلة ولم تنضج بعد، ومهما أوتت من العلم فمن المستحيل كشفه. فشجعه ذلك على المضي في طريقه، وتوسعت شبكته توسعا مذهلا حير خبراء الموساد أنفسهم. استعدت الشبكة حدود مصر إلى دول عربية أخرى بعدما ازداد توماس علما بأدق فنون التجسس وكيفية السيطرة على شركائه بسهولة بواسطة نقاط ضعفهم التي استغلها بمهارة وبالأموال الطائلة التي ينفقها عليه. وقد اشتدت حاجتهم إليه، وعرف أن لكل معلومة ثمنا وقيما. وذات مرة عاد توماس من أحد رحلاته في ألمانيا وفي ذهنه صورة جورج الموظف في محلات جروبي في القاهرة. كان جورج يشرف على حفلات العشاء التي كانت تقيمها رئاسة الجمهورية للضيوف، ومن خلال دخوله لقصر الرئاسة بشكل رسمي فقد كان يعد بمثابة سلة معلومات طازجة تحوي كل ما يدور في الحفلات الرسمية من أسرار وأخبار، ويمكن استخدام تلك المعلومات بشكل أو بآخر. أما جورج شفيق التاجر الذي أنقذه توماس من الإفلاس، فقد كانت تربطهما جيرة وصداقة بضابط كبير في القوات المسلحة اسمه أديب حنا كيرلس. لاحظ توماس تردد جاره على منزله كثيرا في مناسبات عدة ومن دون مناسبات أيضا، وكان في كل مرة يناقشه في أمور عسكرية حساسة ويحاول الحصول على إجابات لاستفساراته، بل وإطلاعه على لوحات ووثائق عسكرية تؤكد شروحه. ولاحظ كيرلس أيضا أن جاره يعيد طرح أسئلة بعينها سبق أن أجابه عنها. شك الضابط في الأمر، فهذا التاجر يريد إجابات تفصيلية لأمور عسكرية حساسة، وكلما أعرض عنها يزيد إلحاحه عليه. عندئذ انقلب شكه إلى يقين، وحمل شكوكه إلى جهاز المخابرات المصرية وأطلعهم على كل ما دار من حواره. بعد مراقبات دقيقة لجورج أمكن التعرف إلى توماس والمترددين عليه، وكانت مفاجأة غاية في الغرام، إذ انكشفت شبكة جاسوسية خطيرة كانت لابد من معرفة كل أعضائها. وفي خطة بالغة السرية والحذر أمكن الزج بعناصر مدربة إلى الشبكة، فاتضح أن لها أزرع أخطبوطية تؤلف
شبكة جاسوسية تمتد لتشمل دولا عربية أخرى. وفي 6 يناير عام 1961 قبض على كل من أعضاء الشبكة في مصر، وأصدرت المحكمة حكما بإعدام جان ليون توماس شنقا ومحمد حسن رميا بالرصاص وبالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة على الآخرين. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة هذا الجاسوس. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نشكركم على حسن استماعكم لنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.